تعالوا ناخد جولة سريعة جدا مع الأسبوع ده بالنسبة للاعبين المصريين المحترفين في الخارج. وامبارح تابعنا طبعا نجمنا محمد صلاح وتألقه مع ليفربول في مواجهة رينجرز الاسكتلندي في بطولة دوري الأبطال وتسجيله لهدف من هدفين سجلهم ليفربول، الهدف الثاني كان طبعا لترينت ألكسندر أرنولد. نروح لصلاح اللي شارك في فوز الفريق امبارح بنتيجة 2-0 في دوري الأبطال، شارك لمدة 90 دقيقة، سجل هدف، كان ليه 5 محاولات على المرمى، 48 تمريرة بنسبة نجاح أو دقة 83%، صنع فرصة وحيدة، ليه مراوغة وحيدة سليمة، تقييمه في المباراة 8.1 درجة، وقيمته التسويقية ما زالت عند 90 مليون يورو، وحاليا طبعا يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط. سام مورسي. سام مورسي شارك مع فرقته فريقه طبعا في الفوز على بورنموث بنتيجة 3-2، شارك في المباراة كاملة بمدة مشاركة 90 دقيقة، لمس الكرة 59 مرة، تمريراته 43 بنسبة دقة 86، لعب 5 كرات طولية 2 منهم ناجحة أو محاولات ناجحة، محاولاته على المرمى كان ليه محاولة وحيدة، مراوغاته 2 نجح فيهم بنسبة 100%، تحاماته الأرضية 13 كسب منهم 9، خسر الكرة 8 مرات وأنقذ فرصة وحيدة، تقييمه في المباراة 6.9 درجة، وقيمته التسويقية وصلت ل 1.2 مليون يورو، وإبسويتش تاون بيحتل حاليا المركز الثاني في الليج 1 برصيد 24 نقطة. من انجلترا نروح لألمانيا، نجمنا المصري عمر مرموش المحترف في فولفسبورغ الألماني، وشارك الحقيقة في مباراته الأخيرة أمام شتوتغارت، والمباراة انتهت لصالح فولفسبورغ بنتيجة 3-2، شارك في المباراة لمدة 89 دقيقة وأحرز هدف من الثلاث أهداف اللي أحرزه فريقه، محاولاته على المرمى كانت 4، لمس الكرة 38 مرة، تمريراته 18 بنسبة دقة 67%، والكي باسز أو التمريرات المفتاحية 1 على مدار المباراة، وبداية جيدة لعمر مرموش في بدء في البونزليجا السنة دي، قدر يقطع 8 كيلو في على مدار ال 89 دقيقة، أقصى سرعة ليه كانت 34، وطبعا الإحصائيات دي بتبقى خاصة بس بالدوري الألماني، أقصى سرعة ليه كانت 34 كيلومتر في الساعة، تقييمه في المباراة 7.4 درجة، والقيمة التسويقية لمرموش وصلت 6 مليون يورو. فولفسبورغ حاليا في المركز ال 13 برصيد 8 نقاط. من ألمانيا نروح لفرنسا، أعتقد هنروح لفرنسا ونونت الفرنسي ومصطفى محمد اللي بيعاني فريقه الحقيقة في مشواره في الدوري، يشارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي تلقى فيها هزيمة أمام موناكو، موناكو طبعا واحد من كبار الدوري الفرنسي، شارك لمدة 25 دقيقة بس في المباراة ولمس الكرة 8 مرات، ليه 4 تمريرات بنسبة نجاح 100%، كي باسز أو التمريرات المفتاحية 2، خسر الكرة مرة واحدة وتقييمه أثناء فترة مشاركته 6.7 درجة، والقيمة التسويقية لمصطفى وصلت 6.5 مليون يورو، ونونت حاليا في المركز ال 16 في الدوري الفرنسي في الليج 1 برصيد 7 نقاط. هنسيب فرنسا ونروح لتركيا، والبداية مع تريزيجيه. محمود تريزيجيه الحقيقة شارك في مباراة فريقه الأخيرة بشكل كامل لمدة 90 دقيقة، وشارك في فوز فريقه على قيصري سبور بنتيجة 2-1، كان ليه 4 محاولات على المرمى، لمس الكرة 60 مرة على مدار المباراة، 41 تمريرة بنسبة نجاح 81%، 3 تمريرات مفتاحية، 6 التحامات أرضية بنجاح 4 بنسبة تقريبا 66%، خسر الكرة 14 مرة، وتقييمه في المباراة كان 7.4، والقيمة التسويقية لمحمود حسن تريزيجيه وصلت ل 10 مليون يورو، وفريقه حاليا ترابزون سبور بيحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة. هنفضل في تركيا لكن هنروح لكوكا، أحمد حسن كوكا النجم المصري اللي بيعود مرة تانية للدوري التركي لكن المرة دي مع ألانيا سبور، شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي تعادل فيها أمام جيسون سبور بنتيجة 1-1، وشارك أو لعب المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة، كان ليه 3 محاولات على المرمى، إهدار فرص مؤكدة فرصة وحيدة، لمس الكرة 34 مرة، تمريراته 23 بنسبة دقة 83%، خسارة الكرة 8 مرات، والقيمة التسويقية لكوكا وصلت ل 3 مليون يورو، وألانيا سبور بيحتل حاليا مركز ال 11 في الدوري التركي برصيد 9 نقاط. السعودية وتحديدا اتحاد جدة والنجم المصري الأول في صفوف اتحاد جدة هو أحمد حجازي اللي طبعا شارك في المباراة الأخيرة اللي كانت أمام النصر واللي تعادل فيها اتحاد جدة سلبيا، شارك المباراة بالكامل 90 دقيقة، قدر ينقذ فيها 8 فرص، التحامات الهوائية كان التحامين نجح فيهم بنسبة 100%، تمريرات 30
بنسبة دقة 67%، الكرات الطولية 13 نجح في 6 منهم، لمس الكرة 43 مرة وتقييمه في المباراة 6.9 درجة، والقيمة التسويقية 3.5 مليون يورو. اتحاد جدة يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 11 نقطة. طارق حامد المنتقل حديثا للدوري السعودي. طارق شارك في نفس المباراة الحقيقة ومع في مواجهة النصر واللي انتهت برضو بتعادل سلبي أكيد طبعا، لكنه شارك لمدة 43 دقيقة، وسبب الخروج هو الطرد اللي احنا يمكن استعرضناه مع حضراتكم من بارح، واللي كان الحقيقة طارق حامد مسالم جدا فيه في تقبل قرار الحكم وخرج من الملعب مباشرة. لمس الكرة 14 مرة، تمريرة 12 تمريرة بنسبة دقة 83، خسر الكرة مرتين، التقييم 5.6 درجة والقيمة التسويقية 900 ألف يورو. وبالمناسبة وبمناسبة طارق، وأنا أتمنى له كل الخير وكل التوفيق، أي لعيب مصري برة نتمنى أن أنا أشوف 100 ولا 200 لاعب بيلعبوا في ملاعب الغرب يعني خارج حدود مصر. طارق حامد شارك في 6 مباريات مع اتحاد جدة، واحدة ودية و5 رسمية، اطرد في مباراتين منهم. والكلام عن السؤال اللي طرحته على التحكيم المصري وعلى هيبة التحكيم المصري وعلى قبول اللاعبين المصريين لقرارات حكم الساحة بدون أي نوع من الاعتراض.